للمزيد عن تطورات الأسواق العالمية ينضم إلينا محلل الأسواق في سكاي نيوز عربية نور الدين الحموري. أهلا بك نور الدين. نبدأ بقراءتكم لبيانات البنك المركزي الياباني حول التضخم وإبقائه أسعار الفائدة دون تغيير. نعم، نوعا ما كانت هذا شيء يعني متوقع في الاسواق بشكل كبير لسبب مهم. اولا عدم تخفيض اسعار الفائده على الودائع، وايضا عدم رفع برنامج التيسير الكمي، اولا يعود الى ضعف الين الاخير الذي شهدناه، وحتى انه اليوم تداول فوق مستويات الواحد او ال 105 ينات. لكن الشيء الاهم انه لا يستطيع البنك المركزي رفع برنامج التيسير الكمي لعدم وجود سندات كافيه من الحكومه ليتم شرائها من قبل البنك المركزي، لذلك قد نشهد عمليات اخرى او ادوات اخرى من البنك المركزي كهي ما يسمى ب زيادة حيازاته من الاي تي اف او اللي هي صناديق ايضا الاستثمار. على اثر ذلك طبعا التوقعات او التغير الذي شهدناه من قبل البنك المركزي هو تغيره من ناحيه تعديل معدلات التضخم التي كان ينظر الى مستوى 2% هذا العام، لكنه يوم او اليوم صباحا فجرا قام بتعديلها مره اخرى الى انخفاض او انكماش بواقع عشر النقطه المئويه. هذا الشيء الذي من جديد ادى الى نوعا ما شهدنا ارتفاع كبير بالدولار مقابل الين، نتداول حاليا عند ال 105.05. هذا الشيء في الغالب ما سيستمر حتى على الأقل نشهد حديث من قبل أو قرار البنك المركزي أو الفيدرالي الأمريكي. أيضا على صعيد البنوك المركزية، بنك المركزي الأسترالي أبقى أسعار الفائدة عند 1.5% كما جاءت توقعات الأسواق مطابقة لهذه النسبة، فما هي البيانات التي تأتينا أيضا من أستراليا؟ أهم في الشيء الذي ذكره البنك المركزي في هذا البيان بالتحديد أنه لأول مرة منذ حوالي 4 سنوات يحذر البنك المركزي من معدلات التضخم. خلال الفترة الماضية أو خلال الأيام الماضية شهدنا معدلات تضخم في أستراليا ترتفع بواقع أو إلى حوالي 17 نقطة مئوية، هذا المؤشر الأساسي على المستوى السنوي. هذا المؤشر يعطينا نوعا ما ويعتبر هو الارتفاع الفصلي الثاني على التوالي، وهو أحد المؤشرات التي قد أعطت البنك المركزي نوع من الإشارات أو على الأقل إشارات تحذيرية بأنه قد نشهد بالفعل ارتفاع لمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة. على إثر ذلك وهذا الحديث الإيجابي الذي شاهدناه من البنك المركزي دون الحديث وهو الأهم عن أي إجراءات تحفيزية بما فيها طبعا تخفيض أسعار الفائدة من جديد، لذلك شاهدنا مرة أخرى ارتفاع في الدولار الأسترالي أمام جميع العملات العالمية بما فيها الدولار الأسترالي وحتى أيضا أمام الين والفرنك السويسري. هذه التحركات وهذه التعليقات على الأقل من قبل البنك المركزي تبقي الطلب يعني متواجد وبشكل كبير على الدولار الأسترالي حاليا. أيضا نور، صدرت نتائج فصلية لشركات نفطية عملاقة مثل بي بي وشيل، ماذا عن هذه النتائج وأيضا آخر تطورات المرتبطة بأسواق النفط العالمية؟ بداية ارتفاع أسعار النفط لأنه شهدنا يوم دامي يوم أمس، يعني شهدنا انخفاضات بحوالي أكثر من 3% أو 3.5% لكل من خام برنت وخام تكساس، لكن السبب يعود مرة أخرى إلى الأرقام أو أولا بداية مع خام برنت وصلنا إلى مدون مستويات 49 دولار ووصلنا حتى إلى مستويات تقريبا 48.90 سنت تقريبا لأول مرة ينخفض فيها السعر دون مستويات ال 49 منذ سبتمبر 29 الماضي، لكن هذا الشيء ايضا يزيد من حاله عدم او على الرغم من انه شهدنا تصريحات من اوبك يوم امس بانه من الممكن التوصل الى اتفاق مع نهايه الشهر الجاري، لكن هذه الكلمه يعني تكررت منذ بدايه العام لكن بتغيير الشهر انه من الممكن مع نهايه كل شهر ان نتوصل الى اتفاق. قد تكون الاسواق وصلت الى مرحله لم نشهد اي نوع من التعافي في الاسواق في الاسعار بعد حتى الحديث من قبل اوبك. يوم امس اتتنا ايضا ارقام الانتاج النفطي لاوبك على المدار السنوي او على المدار الشهري عفوا، شهدنا ارتفاع الى اعلى مستوياتها بالتاريخ من جديد. لا يوجد لدينا التزام حتى مع الحديث على وجود احتماليه اتفاق. بي بي وشل هناك ايضا قصه اخرى كان لدينا فيها، اولا كان لدينا بالنسبه لبريتش بتروليوم للاسف شهدنا انخفاض في الارباح بسبب مره اخرى اعاده الهيكله، وايضا لدينا كان بشل شهدنا فيها ارقام بافضل من التوقعات بعد الاندماج التي شهدته ايضا خلال الفتره الماضية. هذه التحركات من جديد، هذه التحركات من قبل هذه الشركات قد تستمر في الاندماجات وقد تستمر بقص النفقات طالما سنشهد مرة أخرى عودة للانخفاض في أسعار النفط. هذا كل شيء لدينا، عودة إليك رمزة. شكرا لك نور، بهذا نختم هذه الجولة الاقتصادية ونعود إلى ريتا.